بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، طبعا البارحة أخذنا وياكم حل نظام آر بالفرق بين المربعين وبالجذر التربيعي. اليوم حل المعادلات بنظام آر طبعا التربيعية بالتجربة. أوكي، يلا نشوف شلون تنحلها بالتجربة، لكن مو ذن الأمثلة هسه، بعدين نرجع لهم. طبعا حبيت ابدا بهاي الاسئله. اوكي، طالب دائما يضوج من هذا السؤال، ما اعرف ليش. اذا جاء ما العدد الذي مربعه، لاحظ هنا كلمه مربعه يعني تربيع، طلابنا خليها ببالك، يعني دائما خليها ببالك، يزيد عليه بمقدار 12. اوكي، يزيد عليه بمقدار 12، يعني هنا يزيد شني؟ ناقص. اوكي، نفرض العدد، يا هو دائما العدد اذا ما ذكر لك افرضه اكس، مربعه ايش قد؟ اكس تربيع. ما العدد الذي مربعه يزيد عليه؟ هاي اكس تربيع ناقص 12 بمقدار ايش قد؟ بمقدار سوري، ناقص اكس يساوي ايش قد؟ 12. ال 12 عندها بذيك الجهة، ادخلها للجهة الثانية، مو صحيح احنا متعودين هيجي؟ تمام، لكن بيش؟ بعكس الإشارة. عكس شنو؟ عكس الإشارة، هي موجب تصير سالب. يلا، فصارت لنا سالب. هسه بيش تحل هذه؟ تحل يمكن بالتجربة، ممكن بالعامل المشترك، ممكن بغير شيء. اوكي؟ هسه نجربها بالتجربة، صحيح؟ صحيح. التجربة شنو؟ افتح قوسين إشارة الوسط بالقوس الأول، الإشارة الأولى في الإشارة الثانية في القوس الثاني، يعني سالب في السالب الثاني موجب. تمام، هنا جذر الحد الأول هنا، وجذر يعني الأول منين جايني؟ من اكس في اكس. أخليه ال 12 منين جايتني؟ ممكن جايتني من 1 في 12، من 2 في 6، من 4 في 3، ممكن هاي كلها تجارب أجريها. أوكي، منين جايتني؟ جايتني من 4 في 3. زين، بعدين انا المفروض اول عملية او اول خطوة اخطيها شو اسوي؟ اتأكد من صحة حلي. شلون اتأكد من صحة حلي يا طلاب؟ القريب في القريب، البعيد في البعيد. اوكي، هذا الاربعة مو قريبة على هاي الاكس، اضربها فيها، سالب 4 في اكس انطاني سالب 4 اكس. تمام، اكس في 3 انطاني زائد 3 اكس، سالب 4 اكس زائد 3 اكس انطاني فقط 1 اكس. استاذ ما قاعد نشوف الواحد اكس، اي متفقين المعامل اذا كان واحد لا يكتب بجانب المتغير. وضحت؟ وضحت. هسه ذن صحيحات، اي صحيحات. هذا شيء يريد من عندي بنظام ار، نظام ار شنو هو؟ اما او، نفس ما اخذناه بالفرق بين المربعين والجذر التربيعي. يلا، شو اقول؟ اما اكس ناقص 4 يساوي لنا 0، انا شو اسوي بالناقص 4؟ اريد فقط الاكس، الاكس يساوي لي 4، شو ما هو الناقص؟ نقلتها للجهة الثانية بعكس الاشارة. تمام، هاي واحد. او اكس زائد 3 يساوي لي 0، استنتج انه اكس يساوي لي سالب 3. اوكي، تمام، ايضا نقلتها، ما اخلي بجانب المتغير اي رقم، ما اخلي، لان انا اريد فقط المتغير. لاحظ هنا سؤال 2، وهذا الطالب دائما يضوج من عنده ويتركه بسبب لان ما بي معادلة يعني. اوكي، المعادلة كاتبها لك على شكل كلام. ما العدد الذي، دائما نقول اكس، نفرض العدد اكس مربعه يعني ايش قد؟ اكس تربيع، يزيد عن ضعفه، يزيد عن ضعفه. لاحظ لي، يعني انا من فرضت الاكس بعد ما اقدر اكتب الاكس، ليش؟ لان ما قال لي يزيد عليه. لو قايل لي يزيد عليه هنا أنا اخلي بس الاكس، لكن يزيد عن ضعفه يعني 2 اكس. تمام، اذا هاي الاكس ما لها داعي، بمقدار 35.
طلابنا، لاحظ هنا طلابنا الاعزاء، هنا أنا مربع العدد، هنا أنا فرضنا اكس، لكن انا حتى هنا أنا ما العدد الذي انا فرضته اكس، لكن ما كتبت اكس بذاتي الا قال لي يزيد عليه، لو يزيد على مربعه ايضا كان قلت اكس بتربيع باكس تربيع، لو يزيد عن ضعفه كان قلت 2 اكس، لكن هنا قال لي يزيد عن ضعفه يعني 2 اكس ضعفه، يعني يعني شني جانب 2 مربعه يعني مرفوع للاس تربيع بمقدار 35 تكتبها يساوي 35. يلا هسه شو نسوي؟ ايضا نفس العمليه، انقل 35 بعكس الاشاره من الجهه الثانيه، نقلتها سالب 35 صارت، بيش تحل؟ ممكن بالتجربه الساد. يلا نشوفها، نفتح قوسين اشاره الوسط، الاشاره الاولى في الثانيه اعطتني موجب، منين جاي من الاول؟ من اكس في اكس كتبتها، ال 35 منين جايتني؟ جايتني من الساد، ما عندنا فقط السبعه في خمسه. اوكي نكتب الكبير هنا والصغير هنا، تعلم دائما الكبير في القوس الاول والصغير في القوس الثاني. اشاره شو اسمه نتحقق، اوكي القريب في القريب والبعيد في البعيد. سالب اكس سالب في اكس، سالب سبعه في اكس، سالب سبعه اكس، اكس في موجب خمسه، موجب خمسه، سالب والزائد ناخذ السالب لان الكبير، اوكي سبعه ناقص خمسه 2 والاكس موجوده، ساوى لحد الوسط اي ساوى لي، اذا حلي صحيح. هسه شو اقول؟ اقول اما اكس ناقص 7 او هذه يساوي لي صفر، واستنتج انه اكس يساوي لي 7 لان نقلتها للجانب الثاني، او اكس زائد 5 يساوي لي صفر، واستنتج انه اكس يساوي لي سالب 5 لان نقلتها للجهه الثانيه، مجموعه الحلول اللي طلعت لي هي 7 وسالب 5. نرجع للأمثلة الأوليات. يلا قبل أن نرجع، صار واضح هذا بأي مسألة يجيني ما العدد رأسا تختار أكس مربعه يعني أكس تربيع يزيد، لاحظ بعد كلمة يزيد هنا أنا طبعا بهذا المقدار يعني سالب هنا أنا. أوكي عن ضعفه، ضعفه يعني 2 أكس، مو تروح تخلي لي أيضا أكس تربيع، لا كان قال لك مربعه يزيد عن على مربعه، أوكي لا كان قال لك شني مربع، هنا لا قال لك ضعفه يعني 2 اكس، واضح؟ واضح. عندنا اكس تربيع، هسه المعادلات بدون نفرض وكذا، اوكي اي سوري بدون اي نفرض يعني اكس على ضعفه وهاي، لا معادله كامله ونحلها بالتجربه ونشوفها بحل النظام الار. اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 12 بيش تحل؟ وهو يريد نظام ار من عندي، لازم نظام ار عندي نتيجتين فقط بالجذر التربيعي اقول زائد او ناقص واخذ النتيجه نفسيتها مره سالب مره موجب. زين اكس تربيع سالب 7 اكس زائد 12 تحل بالتجربه، اجربها هي من اسمها بالتجربه، افتح قوسين اشاره الوسط سالب في الموجب سالب، اذا الاشارتين سالب. يلا الاكس منين جايتني؟ من اكس في اكس كتبت هنا اكس، وهنا اكس ال 12 منين جايتني؟ اتفقنا عليها ممكن من كذا وكذا، لكن هي جايتني هنا ايش قد؟ من 4 في 3، ليش؟ لغايه في نفس يعقوب على مود تساوي للحد الوسط، هي من اسمها تجربه اريدها تساوي للحد الوسط. زين شلون نساوي للساد؟ نضرب القريب في القريب والبعيد في البعيد، هذا يسمونه التحقق. مهم عندك؟ مو مهم تكتبه بالورقه، لكن مهم الك تتاكد انه حلك صحيح، ممكن ما تحل بالتجربه، واضح؟ واضح. سالب 4 في اكس سالب 4 اكس، اكس في سالب 3 سالب 3 اكس، الاشارات متشابهه نجمع 4 و3 7 انتهت، اذا ساوى لحد الوسط حلي مضبوط. هسه شو اقول؟ اما اكس سالب 4 يساوي لي صفر، واستنتج انه اكس يساوي لي انقل سالب 4 للجهه الثانيه يساوي لي 4، او اكس سالب 3 يساوي لي 0، واستنتج انه اكس يساوي لي ايضا انقلها للجهه الثانيه اعطاني شنو؟ اعطاني موجب 3. اذا مجموعه الحلول اللي طلعت لي هي 4 و3، اوكي يعني استهاد عاد اثنيناتهم طلع الموجب، عاد كلهم طلع الموجب، عاد كلهم طلع سالب،
زين ما لك دخل بهذا الشيء. يلا نشوف السؤال اللي بعده، وسؤال حلو وبسيط. 20 زائد 13 زت زائد 2 زت اكس 2 زت تربيع يساوي لي صفر. طبعا الطالب من يشوف المتغير غير الاكس او الواي ما اعرف ليش تتغير امورك. زين يقوم يرتبك من عندها، ما اعرف شنو يجبجب من عندها. حبيبي نفسي تعتبرها اكس ودعتك هي هاي الزت. يلا هسه هاي بيش تحل الساد، هاي تحل يعني هواي شغلات. زين وايضا الطالب اذا شاف المتغير مو مثل هاي بالبدايه جاي رقم، يعني شوف المتغير وين مخليناه بهاي الجهه، الطالب ايضا تتخربط اموره. زين فلذلك طلبنا ابدا لا تهتمون بهاي الشغلات، شغله طبيعيه اخذها، هي عمليه بداليه ما بيها كل مجال. زين سواء جاب لي المتغير بالبدايه او جاب لي اياه بالنهايه. يلا بيش تحل الساد تحل بالتجربه. يلا ال 20 من جاتني من 4 في 5 زين، ومن 2 في 10 بس ما تفيدنا الاثنين. اجي اشاره الوسط، الاشاره الاولى في الثانيه ايضا الثاني موجب. الاثنين زد تربيع منين جايتني؟ جايتني لاحظ للاثنين دائما اذا اثنين زد تربيع وحده زد معاملها واحد ما مكتوب، والثانية تختارها شني؟ اثنين زت. دائما ركز له يجب كل المعادلات مال الرياضيات. اوكي؟ تضرب وحدة بدون لا يعني بصفها معامل ولا شيء. اوكي؟ تضربها. والتربيع راحت، ليش؟ انت قسمت التربيع هنا، أنا. ما قسمت ضعفه. اوكي؟ قسمت مربعة. يلا على مود يصير عندك سهلة ما نفرض. زت في اثنين زت. تربيع زد في 2 زد يعطيني 2 زد تربيع. اوكي لاحظ لي جايتني من زد في 2 زد. يلا القريب في القريب والبعيد في البعيد. زد في 5 5 زد 4 في 2 زد. نضرب فقط الارقام بهاي الحاله، مو تضرب هاي يعني كلها، فقط الارقام، مو تظل دايخ تقول هاي وياها زد وهاي ما وياها شلون اضربها وتظل دايخ، لا عادي اضربها. اوكي 4 في 2 8 زت. هسه شبيهن اجمع فقط الارقام. 5 زائد 8 13 زت. ساوالي الحد الوسط لو ما ساوالي؟ اي ساوالي. اذا حلي مضبوط. اكمل شو اقول؟ اما 4 زائد زت يساوي لشقد؟ صفر. واستنتج دائما الرقم اللي يعبر ايش على مود يتغير اشارته. واستنتج انه زت يساوي لي سالب 4. سد يعني ما نغير هاي، هاي بالبدايه جايتني. دائما الرقم اللي تحوله. اوكي؟ هذا ثقيل، هذا المتغير ثقيل، شي يشيله شي يوديه هناك. يلا. او 5 زائد 2 زت يساوي لي ايش قد؟ صفر. واستنتج انه 2 زت يعني المتغير اريد اوحده. 2 زت يساوي لي سالب 5. استاذ طلعت لنا 2 زت، شلون نتخلص من عدها؟ راح اذكركم، نتخلص من عدها عادي نقسم على المعامل اللي بقى بصف المتغير مهما كان، حتى لو مليون نقسم على مليون. يلا يعني 2 زت على 2 راحت 2 ويا 2، سالب 5 على 2 سالب 5 على 2. اوكي هاي النتيجه. طالب من يشوفها طلعت عنده سالب يقول والله ما متاكد من حلي يمكن خطا. لا حبيبي صحيح حلك ما لك دخل. هاي لو من توصل هاي الخطوه، هاي الخطوه شوفها دائما بكل الرياضيات. قسم على اليمين على المعامل الموجود بصف المتغير. اوكي؟ اوكي. هذا اذا مثلا 6 وقسمته يطلع لك 3 تمام. 10 وقسمته يطلع لك 5 تمام. ما يرهم يتقسم، يبقى نفسي تكسر ما راح ياثر عليك. طلابنا الاعزاء دائما خلي ثقه بحلك. اذا مجموعه الحل اللي طلعت عندي سالب 4 وسالب 5 على 2. يلا نشوف المثال اللي بعده يكون ابسط واسهل لنا. هنا عندنا 3 واي تربيع ناقص 11 واي زائد 10 يساوي لي قد؟ صفر. بيش تحل؟ ممكن تحل بالتجربه، ممكن اوكي او بغير شيء. شو يريد من عنده هو؟ نظام ار، دائما ما انسى نظام ار.
اذا نظام ار وحد، اذا غير شيء وحد. اوكي اجيت ثلاثه واي منين جايتني؟ متفق وياك استاذ انه الواي او الزيت او الاكس فقط اقسم التربيع، اما الثلاثه تبقى بجانب واحده من الوايات، او الاثنين تبقى بجانب واحده من الوايات ما اقسمها، فقط التربيع. يعني شلون؟ يعني ثلاثه واي وحده وياها ثلاثه ووحده ما وياها. اوكي زين، هاي عرفناها ثلاثه واي جايت من ثلاثه واي في واي. حلو زين، العشره منين جايتني؟ جايتني من واحد في عشره وما تفيدني، جايتني من اثنين في خمسه. زين وين اخلي الكبير؟ الكبير دائما بالقوس الاول، خليته بالقوس الاول، والصغير خليه بالقوس الثاني. اجي اتحقق من صحه حلي، سالب خمسه في واي سالب خمسه واي. اوكي الثلاثة واي في سالب اثنين سالب ستة واي. اوكي سالب ستة واي سالب خمسة واي ايش قد الاشارات من الشباب؟ ناخذ احدى الاشارات ونجمع الجمع اعتيادي، ستة وخمسة 11. اذا سوى لي الحد الوسط، حل صحيح. ايش اكمل؟ اكمل اقول اما او، اما ثلاثة سالب خمسة يساوي لي ايش قد؟ صفر. استنتج انه ثلاثة ثلاثة واي يساوي لي خمسة لما نقلت الخمسة للجهة الثانية بعكس الإشارة. أقسم، إحنا متفقين من نوصل لهذه المرحلة، أقسم على معامل واي. دائما لاحظ طلابنا، دائما إذا جتك هنا يعني معامل واي المتغير بداية الحل وحليت هيك شيء، دائما يطلع عندك كسر. أوكي والكسر مرات لو يتفتت لو يبقى. يلا ونستنتج أنه واي يساوي لي خمسة على ثلاثة، هذه وحدة. اثنين، أو واي سالب اثنين يساوي لي صفر، استنتج انه واي يساوي لي شقد؟ اثنين. اذا مجموعة الحلول اللي طلعت عندي اثنين وخمسة على ثلاثة. اروح للمعادلة اللي بعدها، اربعة واي تربيع ناقص اربعة عشر واي زائد ستة يساوي لي صفر. استنتج نفس العملية، المتغير واي واحدة من الوايات او الاكسات او الزتات. اربعة واي منين جايتني؟ من اربعة واي في واي. اوكي الستة منين جايتني؟ طبعا الإشارات سالب، أيضا سالب، سبب لأن ضربت سالب في الموجب طان سالب، وهنا أنا إشارة الوسط. ستة منين جايتني؟ جايتني من ثلاثة في اثنين. هسة والستة جايتني من اثنين في ثلاثة، نستنتج أربعة في ثلاثة سالب 12 واي، القريب في القريب والبعيد في البعيد. تمام سالب 2 في واي سالب 2 واي. تمام سالب 12 سالب 2 14. اوكي سالب 14 واي. اذا سوى لحد الوسط، اي سوى لحد الوسط، ارجع احل حل طبيعي. ايش اقول؟ اقول اما او، القوس الاول اما والقوس الثاني او. تمام اما 4 واي ناقص 2 يساوي لي صفر، واستنتج انه 4 واي يساوي لي 2. انا ايش عندي بالاربعة؟ اقسم على 4. اوكي طلابنا على 4 راحت الاربعة الى 4 بقت لي بس الواي. 2 على 4 هاي بيها 1 وهاي بيها 2، اذا بقالي 1 على 2. او واي ناقص 3 يساوي لي 0، واستنتج انه واي يساوي لي 3. مجموعة الحلول اللي طلعت عندي هي ثلاثة وواحد على اثنين. اوكي طلابنا دائما من عندك بصف المتغير عدد راح يطلع عندك كسر، والكسر اما يتفتت او ما يتفتت. يعني مثلا هسه هذا تقريبا تفتت لو ما لو ما. اوكي لو بالعكس مثلا اربعة على اثنين، بس هنا أنا ما تفتت. تمام طلابنا هاي بالنسبة لنظام ار بالتجربة، اخذنا الفرق بين مربعين. طبعا نظام ار بالفرق بين مربعين، نظام ار بالجذر التربيعي، وصلنا لكم نظام ار بالتجربه. اوكي طلابنا لهنا انتهى درسنا، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويوفقكم طبعا بالنجاح، وهاي امنيتي انه اشوفكم في اعلى المراتب، والسلام عليكم.